عصور كانت الكلمة فيها للسيف. والسطوة فيها للقوة. حكاية رجل كان النصر حليفه. وحكاية امرأة كان الجمال سرها والذكاء سلاحها. لم تكن لديها من القوة إلا بلغني أيها الملك السعيد حكايات وأساطير. لتبدأ الليالي غالي الثمن أغلى. وما شفتش انت بقى يا عم، هما كانوا اتنين، التلاتة جروا من قدامي، واحد كان عايز يضربني من ورا، هوب رحت متشعل في الهواء، الستة كلهم كانوا متكومين على الأرض عشان تعرف ان انا جامد. بين الصراع الأزلي بين الرجل والمرأة في الحكايات والأساطير، وما بين الصراع الدائم والمستمر بين شهريار وشهرزاد. من سينتصر؟ شهرزاد بحكاياتها أم شهريار بسيف مسرور؟ مولاي لما
هتعيشي عمرك تدفعي. أسرنا